اهلا وسهلا في الجميع، معكم فادي، واليوم بدنا نكمل سلسله الحلقات اللي احنا بنحكي فيها عن كيف نبني ونعتني بالحوض البحري تاعنا، واليوم راح نحكي عن كيف نعمل الصيانه الدوريه للحوض وكيف ننظف الحوض وكيف نبدل المي تاعت الحوض. في الاحواض البحريه لازم احنا نعتني بالسمك والمرجان تاعنا لحتى يعيش ويضلوا عندنا فتره طويله، وكمان لازم نحافظ على المعدات تاعتنا ونعمل لها صيانه دوريه لحتى هذه المعدات كمان تضلها شغاله عندنا لفتره اطول وما يصير عندنا مشاكل في الحوض. بهاي الحلقه راح احكي عن المهام اللي بنعملها على الحوض، سواء كانت مهام يوميه او اسبوعيه او شهريه او سنويه. وخلينا نبدا في المهام اليوميه، طبعا اهم واحده واللي كثير واضحه اللي هي اول شيء انه نطعمي احنا السمك تاعنا. طبعا في كثير انواع من الاكل احنا ممكن نطعميه للسمك تاعنا، والافضل دائما انه احنا نختار انواع جيده وممتازه من الغذاء عندها قيمه غذائيه عاليه، وفي اغلب الحالات احنا بنطعمي السمك مرتين يوميا. والافضل انه انت تبحث عن كل نوع من انواع السمك اللي انت مربيها عندك في الحوض لحتى تعرف ايش احتياجاتها الغذائيه، حتى تلبي هذه الاحتياجات للسمكه، حتى تصير هذه السمكه تعيش عندك وتصير صحتها كويسه. وطبعا ما ننسى انه احنا لازم ما نطعم السمك زياده عن اللزوم، لانه بقايا الطعام الغير ماكوله هذه راح تتحلل الى نيترات وفوسفات ومواد عضويه ثانيه، هذه كلها بالاخير بتقلل من نظافه ميه الحوض. واحنا حكينا عن انواع الاكل المختلفه وكيف نطعم السمك في الحلقه رقم 10، وكمان في انا عامل حلقه بتحكي عن كيف انا بعمل اكل السمك والخلطه الخاصه فيي لاكل السمك تاعك. كمان من المهام اليوميه انه نتفقد السمك والمرجان الموجود عندنا، واحسن وقت لحتى نشوف السمك تاعنا كيف وضعه اللي هو خلال لما احنا نطعميه. بنراقب السمك لحتى نشوف اذا في اعراض اي امراض زي الاك اللي هي الوايت سبوت، او في عليها جروح وضربات سواء كان السمك تاني بضربها، واذا احتاجنا نشيل هذه السمك المؤذيه اللي بتاذي السمك التاني. كمان نتفقد الكورلز اذا وضعه كويس، واذا عليه اي افات لحتى ناخذ الاجراءات المناسبه. واحسن وقت لحتى نتفقد السمك والمرجان اللي هو خلال ما احنا نطعمي السمك. وكمان لازم نتفحص المعدات اللي موجودة عندنا في الحوض، نشوف المعدات الرئيسية زي المضخات والويف ميكرز، الإضاءة، الهيترات، التشيلرات، والمعدات الثانية إذا هي شغالة وما فيها أي مشاكل. وكمان نراقب الحرارة والبي اتش. هذه العملية بتصير كتير أسهل إذا كان إحنا عندنا كنترولر، الكنترولر بتعطيني قراءة دائمة للحرارة وللبي اتش تاع الحوض، وكمان بتودي لي رسائل تحذيرية إذا صار عندي أي مشكلة في الحرارة أو البي اتش في الحوض. ولازم كمان نعوض المياه المتبخرة، إذا ما كان عندنا جهاز الـ ATO أو الجهاز اللي بعوض المياه المتبخرة بشكل أوتوماتيكي، لازم إحنا نصير يومياً بشكل يومي نعبي المياه حلوة بدل المياه المتبخرة، وهذا كله عشان نحافظ على نسبة ملوحة ثابتة. إضافة العناصر والسبليمنت للحوض، إذا ما كان عندنا دوسينج بامب أو كالسيوم رياكتر أو أي طريقة أخرى لإضافة الكالسيوم والألكينيتي للحوض تاعنا، فبهاي الحالة إحنا رح نحتاج نضيف هذه المواد بشكل يومي لحتى نعوض استهلاكها. وأنا كمان حكيت في الحلقات السابقة من حلقة رقم 16 إلى حلقة رقم 19 عن الطرق المختلفة لإضافة الكالسيوم، الألكينيتي، المغنيسيوم والتريس إليمنت والمواد الأخرى إلى حوضنا، فإذا أنتم حابين ترجعوا تشوفوا هذه الحلقات هذه كتير مفيدة لكم. بالنسبة للصيانة الأسبوعية، فبالبداية بنبدأ في الفحوصات المختلفة للمي والووتر تيستينج، نفحص العناصر المختلفة المهمة واللي أهمها الكالسيوم، الألكينيتي، المغنيسيوم، وحتى لو كان عندنا جهاز أوتوماتيكي بقيس القيم هذه زي الترايدنت لازم إحنا كمان نعمل كل فترة فحص يدوي لحتى نتأكد أنه قراءات الترايدنت مضبوطة. وكمان أنا حكيت عن فحص المي والووتر تيستينج بالتفصيل في الحلقة رقم 15. كمان أسبوعيا إحنا بنغير المي، طبعا تغيير المي ممكن يكون اسبوعي، ممكن يكون كل اسبوعين، وممكن يكون كل شهر مره. بالنسبه لي انا بحب اغير 10% اسبوعيا، لانه ال 10% هاي كميه قليله نسبيا مقارنه مع النسبه اللي بدي انا اغيرها الاكبر راح تكون اذا عملت تغيير المي شهريا. كمان انت ممكن تشفط الوسخ اللي في الرمل وتسحبه وانت تعمل تبديل المي. طبعا في عندنا انواع كثيره من الملح اللي ممكن نستخدمها في حوضنا، والمهم انه احنا نختار نوعيه ملح عاليه الجوده وتكون متوفرة دائما، وتكون قيم العناصر في هذا الملح مقاربة لقيم العناصر عندي في الحوض. هلا بالنسبة إلي أنا في حوضي بحاول أخلي الكالسيوم على 420 والكي اتش من 8.5 إلى 9، وكمان المغنيسيوم بحدود 1300، وعشان هيك أنا بخلط نوعين الريد سي، النوع الريد سي العادي مع البرو، بخلطهم الاثنين مع بعض لحتى أحصل على هاي القيم. وبجيب وعاء أو حوض كبير لحتى أخلط فيه هذا الملح، بده يكون الكونتينر اللي انا راح اخلط فيه الملح حجمه يقارب 10% من حجم حوضي، واللي هو تقريبا 20 جالون راح يكون حجم الكونتينر.
بعبيه مية RODI. إذا كانت المي كتير باردة ممكن أحط لها هيتر، وبعدين بصير أضيف الملح شوي شوي وأخلطه. وكمية الملح اللي بنستخدمها لحتى نعد المي تختلف من نوع لآخر، طبعا الاختلافات بتكون كتير بسيطة. وكقاعدة عامة أنا ممكن أستخدم نص كوب من الملح لكل جالون من الماء. إذا كانت الملوحة منخفضة بنزيد شوية ملح، إذا كانت الملوحة مرتفعة بنزيد شوية مية RO لحتى ما نوصل لدرجة ملوحة 1.026. وطبعا مهم جدا لما نخلط الملح أنه إحنا دائما نضيف الملح على المي مش العكس. ومن الأفضل دائما أنه أنا أقرأ التعليمات اللي موجودة على العبوة تاعت الملح وأتبعها. على سبيل المثال ملح الريد سي برو اللي هو السطل الأسود، هذا بحكي لك أنه لازم تكون درجة حرارة المي 20 درجة مئوية لما تخلط الملح. وغير هيك ملح الريد سي برو ما بصير تخلطه أكثر من 4 ساعات. وبعد ما أنا أخلط الملح ويكون جاهز بطفي عندي أنا الريتيرن بامب والمضخة الرئيسية في الحوض، وبصير أسحب المي بمضخة الماكسي جيت من السامب تاعتي لحتى توصل لهذا الخط العلامة اللي موجودة هون. بعد ما أسحب المي بستخدم نفس المضخة لحتى أرجع المي الجديدة أعوض المي اللي أنا سحبتها لحد ما أوصل للعلامة اللي بتدل على أنه الحوض تعبى. وفي عندنا بعض اللي هو عندهم أنظمة متطورة لتبديل المي، بكون عنده سيستم كامل لحتى يبدل المي، وكمان بكون في عندهم محطات لخلط المياه أو اللي هي بنحكي لها ووتر ميكسينج ستيشن. وكمان لازم ننظف الكوب تاع السكيمر، بنشيل كل الأوساخ اللي في الكوب تاع السكيمر وبغسل الكوب مظبوط وبمسح الرقبة تاعت السكيمر من الداخل لحتى أنظف. وطبعا بما أنه كل حوض مختلف فتنظيف كوب البروتين سكيمر والبروتين سكيمر نفسه بيختلف من حوض لحوض، فممكن أنت تنظفه فترة أقل أو على فترات أطول، وهذا يعتمد على السكيمر ويعتمد على حوضك. نمسح ونخشط الطحالب اللي موجودة في داخل الحوض. وممكن أنا أستخدم المساحة إلى مغناطيس، هذه فائدتها أنها هي قطعتين، قطعة من الداخل بتمسح من الداخل وقطعة تانية من الخارج، فأنا هيك بصير أمسح الحوض تاعي من الداخل بدون ما أدخل إيدي جوا الحوض. وكمان إذا كان في عندي بعض أنواع الألجي زي الكورالاين ألجي اللي بتلزق وصعب أني أشيلها، في بعض مساحات الزجاج المغناطيسية بيجي معها شفرة لحف الكورالاين ألجي. وكمان بنمسح زجاج من الخارج، أنا بمسحه بمنظف زجاج عادي أو ممكن بشوية خل أبيض. وكمان برضو بنغسل الفلتر سوكس. هلا الفلتر سوكس إذا تركناهم بالحوض راح يصير يجمعوا الوسخ جواتهم وبقايا الأكل، هذا كله راح يتحلل إلى نيترات وفوسفات والمواد العضوية الأخرى، راح يصير عندنا نسب النيترات والفوسفات ترتفع وهذا مش كويس لحوضنا، فعشان هيك لازم ننظفهم كل فترة والتانية. أنا بالنسبة إلي بحوضي ما بستخدم الفلتر سوكس، بس إذا أنت بدك تستخدم الفلتر سوكس صير أنت كل أسبوع اغسلهم في الغسالة وحط معهم شوية كلوركس. وكمان بنشيك على خزان المي اللي بنستخدمها لتعويض المياه المتبخرة، بنشيك إذا الخزان ناقصه مي ونضيف هذا المي. طبعا إحنا بدنا نحاول أنه المضخة تاعت الأوتو توب أوف ما تشتغل بدون مي، لأنه إذا اشتغلت بدون مي رح تنحرق، فعشان هيك أنا بعبي المي. وطبعا كمية إضافة المي رح تختلف حسب حجم الحوض، حسب درجة التبخر اللي بتختلف من وقت من آخر للسنة، بالصيف التبخر يختلف عن الشتاء. وللصيانة الشهرية أنا بغير الكربون والفوسفات ميديا. ولما إحنا نستخدم رياكتر زي هذا التولة الفيشيز فوسبان رياكتر، هذا بيكون عملية تغيير الميديا أسهل كتير، وغير هيك برضو بعطيني أداء أحسن للميديا باستخدامها بداخل الرياكتر. وكل 3 شهور في عنا تنظيف للمضخات. في الحوض البحري في عنا أنواع كتير من المضخات زي الريتيرن بامب، زي مضخة السكيمر، زي الويف ميكرات أو صانعات الأمواج، كلها هذه بصير يترسب عليها الأوساخ ويترسب عليها الكورولاين ألجي، فلازم ننظفها. أنا بنظف المضخات باستخدام الخل ومية الRO الدافية. بخلط جزء من الخل مع جزء من مية الRO وبنقع فيه المضخة، وبعدين بصير أفرشيها بالفرشاة لحتى أشيل عنها كل الكورولاين، وبفتح المضخة وحتى كمان العمود اللي بداخلها هذا بنظف. وكمان إذا عندنا كنترولر وعليها سنسورات لازم ننظف هذه السنسورات ونعايرها. بننظف السنسورات بفرشاة أسنان ناعمة، بنشيل عليها جميع الأوساخ اللي ممكن تتراكم عليها، وبعدين بنعمل عيار مرة تانية لهذه السنسورات لحتى نتأكد أنه قراءتها صحيحة. وبصيانة 6 شهور بننظف السم وبنحف كل الطحالب اللي موجودة جواتها. إذا كنا نستخدم إضاءة الميتال هالايد أو التي 5 لازم نغير اللمبات. لمبات التي 5 والميتال هالايد لازم تتغير من 6 شهور إلى سنة، أما إذا أنا كنت أستخدم LED فما في داعي أغير اللمبات.
صيانة الكالسيوم رياكتر، كل 6 شهور بنضيف ميديا جديدة بداخل الرياكتر بدل الميديا اللي استهلكت. وكمان بنشيك على ثاني أكسيد الكربون، إذا الأسطوانة كانت فاضية بنعبيها حشوات فلاتر الار او بنغيرها، اللي هي السيدمنت فلتر والكربون فلتر والدي اي ريزن، هدول يفضل انه يتغيروا كل 6 الى 12 شهر طبعا حسب الاستخدام وكمية المياه اللي احنا بننتجها من الار او. والافضل انه انا استخدم تي دي اس ميتر لحتى اعرف نسبة الاملاح اللي بتطلع من الار او، وهيك انا بعرف متى اغير الحشوات تاعت الفلاتر. وكمان الممبرين يفضل انه يتغير كل 2 الى 3 سنين، وطبعا ممكن مرات يصمد اكتر. وكل سنة بفضل ميديا كاملة بداخل الرياكتر وبغسله وبضيف ميديا جديدة. كمان السنسورات والبروب تاعات الكنترولر هذه لازم تتغير كل سنة إلى سنة ونص. كيف بعرف أنه هذا البروب صار بده تغيير؟ أنه إذا صار عياره صعب فهذا يعني أنه إحنا لازم نغيره. تغيير الهيترات أو السخانات، يفضل أنه نغير الهيتر مرة كل سنة إلى 3 سنين حتى نكون في السنة. الصيانة الدورية من أهم الأشياء اللي إحنا لازم نعملها على حوضنا لحتى نحصل على حوض ناجح. إذا عملنا الصيانة الدورية وإذا تحلينا في الصبر، وكمان كانت اختياراتنا في شراء المرجان والسمك والأحياء المتوافقة مع بعض، هذا أنا على الأغلب رح يصير عندي حوض ناجح. وبهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم ونهاية سلسلة الحلقات اللي بنحكي فيها عن كيف نبني ونعتني بالحوض البحري تاعنا. بعرف أنه في مواضيع كتير إحنا ما حكينا عنها، فإذا عندكم أي أسئلة أو في مواضيع حابين أعمل عنها حلقات جديدة، رجاء تتركوا لي تعليقات عندكم في التعليقات تحت، فأنا رح أشوف هذه التعليقات وبحاول أعمل حلقات عنها. شكرا لكم على المتابعة، وما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، ونشوفكم في الحلقات القادمة.